يقول محمد بن سوقات بصل عيايز مر مشحون، يتعلم من كتبه وقرايه، ادخل حسن واظهر حسون، اكتبوا لهم ديك ودياية. دياية دياية. يقول ربيع بن ياقوت علموها الرقص والغنة، خرجوها البنت فنانة، علموها كيف تتجنى تلعب الجمباز شيطانة. شيطانة شيطانة. منو شيطانة؟ ألو نو خماس، انتي عاطي لوادم رغم بيتي عسى بيتصلوا بك. هي وطابعتني بعد على كرتي، انا فترة الصبح كل عندك وبالليل في العرس. علو هي نعم ام خماس صاحبة مطبخ المحماس. عرس؟ اغني في عرس؟ عرس منو ومتى؟ شو تقول؟ عرس منو؟ هي يا هلا يا هلا ومرحبا. لا هي طبعا مستعدة مستعدة العرس 7 ليالي حتى لو شهر بكنس كل العراس اللي عندي. ما تبوني أطبخ بعد؟ ولا طباخي قهوي أحسن هريسة في البلاد هريستي. هي ما عليه كل واحد أغني بس ما مشكلة، كان ما خلي الطاير قلي راس الخيمة ما كون أنا مخماس. يا هلا يا هلا ومرحبا. منو هذيل اللي بتخلين الطار يرقع لهم لراس الخيمة؟ منو هذيله؟ والله ما تدرين يوم سعيد كان عذرتيني، هذا عرس العراس، هذا اللي بيفتح لي الحظ والشهرة، هذا اللي بيخليني أم خماس عجرم عجرم. أم سلوم أمي خلاص خلصنا قصايد، إحنا الحين في سالفة عرس أم خماس. أم خماس بتعرس؟ عرس؟ الله يسمع منك يا أم سلوم. شوفوا هاي انزل، متى هذا عرس العراس؟ احنا معزومات؟ ايه معزومات وبيكون بعد اسبوع، والحين اسمحوا لي بترخص بس اتدرب على يولات جديدة وبحمي الطيران من الحين. اشد من الحين بيحترقن. خماس تعالي بتخبرك، منو هاي صاحبة الفرقة اللي هناك؟ هذه دلوعة دبي، ما عليك منها، هاي يبينها تسلي الناس لين ما أنا أستعد. ما تبين أي مساعدة؟ أباكم أول ما أغني تسكتون الأوادم، مو المحد يرمس، ما أبى أسمع ولا همسة. حشة أم كلثوم مو بأم خماس ولا يهمك. أم سعيد منو هذيك اللي لابسة أخضر؟ هاي مرت الخضر. وهاي اللي عدالها؟ هاي أم أحمد موت وحياته الذهب، ما تشوفين الصالق من بعيد؟ أنا عارف هاي اللي عدالهم، هذه أم سلطان يسمونها أم الأسهم، التاجر في سوق العود في بورصة دبي العالمية. هي وانا اشوفها جايب الكمبيوتر مالها تدقدق عليه. هي ترى تروم التاجر بالاسهم على النت 24 ساعة. النهارده في عرس الاعراس عندنا احلى المفاجآت، اولها هنبدا بدلوعة دبي. يلا عايزين تسمعونا احلى تحية، سمعينا يا اختي منك ليها ولا عاد بتطفحوا بس. شكراً وإن شاء الله بنسعدكم الليلة. اغزي الفلة في دبي لاقاني، امشط القبلة وسلمت حياني. ودلوقتي مع الترس والأصالة مع أم خماس. اسمعوا وين يا بنتي فوق الغار.
وشية خليني أروي عمري العطشاني عطشاني العطشاني عطشاني قطع يوان العوامة يوم شاشة شد دوري شد دوري يوم شاشة شد دوري شد دوري يوم خماس عقب هالسنين كلها إنتي وحدة شرعت دلوعة دبي وتغلبت لا اذكري يلا يوم خماس دومك قوية شستوى عليك بعدش عندك فرصة العرس سبع ليالي اتصلوا فيني وقالوا لي لاتين واي أنا يوم خماس يقولوا لها لاتين رامن إنه والله الطار سمعوا اللي في عمان واللي في قطر أم خماس حبيبتي ما يخصه صوت الطار ما يخصه المهم الأغنية ما عطوني فرصة ما عطوني كنت بغني رائعتي شبوا الماي على الباجلة بس ما عطوني فرصة كنت بخليتنا آخر شيء زين يوم ما عطوش فرصة كان الحين مفلع بنعل أم سعيد أم سعيد صادقة الجمهور اللي كان في العرس مو بمال معلاية هذيلة مال الفن الأصيل وبعدين لازم تنوعين ما تعرفين هذيلة شو يبون شو يحبون كل مرة غني غنية شكل مرة عيمي مرة هندي مرة لبناني عيل كيف بتوصلين للعالمية إنزين أنا ما أعرف أغني للمعلاية مو مشكلة أنا بجيب لك أشرطة اسمعي وقولي مثلهم بس حتى لو تدربت الحين ما حد زقرني ما حد اتصل فيني قالي تعالي ألو لا هذا مو مطبخ خالة حرية هذا مطبخ المحماس مال أم خماس مو مشكلة أنا بسوي خطة بخليهم يسوون لك تليفون بس لازم كلكم تساعدوني وبنبدأ بأم سعيد ألو منو منظمين مال عرس العراس انا ام سعيد صار لي كم من يوم اي العرس وما اشوف ام خماس تغني احنا صراحه نبغي ام خماس ولا ترى انا و 4000 حرمه ما بني وبيكون العرس فاضي الو مال تنظيم وين ام خماس ادري في بيته ما ادري ليش ما تجيبونها حق عرس أنا سمعت إنها تعرف تغني عيمي وهندي وإسباني بعد لازم تجيبون أم خماس ألو منو أي منظمين وي أي عرس بس بندي غير صوتك ألو منظمين عرس العراس أنا أم خماس أقصد نبا أم خماس أنا وربعي في العرس كنا نتحرى أم خماس دلوعة دبي هي أم خماس يعني كان في لبس بسبب مقدمة الحفلة لازم تردون أم خماس وأصلاً إش قايل تقارنون أم خماس بدلوعة دبي إش قايل أصلاً الثاني ما تعرف ترمس علشان تعرف تغني يعني أقول لازم تجيبون أم خماس تليفون ألو منو أي منظمين أي عرس نمرة غلط شو النمرة غلط حق شو فريت التليفون عليها هذه أكيد مال العرس ويتصلون فيك أم خماس حبيبتي ردي يلا شكلها الخطة نجحت يلا عاد ردي أم خماس صاحبة مطبخ المحماس منو منظمين؟ شو تبون؟ الحين؟ أول تبون دلوعة دبي؟ خلت نفعكم دلوعة دبي؟ أم خماس؟ إيه؟
انزين متى جيتم؟ ها؟ من اليوم كان تبون؟ علشان تدريب لا؟ لا لا ورا باكر علشان تدريب لا؟ أقصد في ملابس خاصة حق الوصلات الجديدة أباها تخلص ورا باكر أنا عندكم بحلتي الجديدة وفرقتي الجديدة مثل ما وصيتكم كل واحدة تعرف دورها أم سلوم أنت بتقدمين أم خماس لأن المقدمة مالتهم عميل وأم سعيد أنت بتقولين الشلة في البداية وأنا بسوي انترتينمنت مشكورين وما قصرتوا أنا ما بنسى وقفتكم هاي أمي وايد ناس أخاف يفلعوني بدعل أنا أول مرة أقدم هالأشياء أنا ما أعرف إلا المعلاية لا تخافين أنت تدربت زين ما زين وإحنا هني معاك يلا مسلوم سير قدم أم سعيد اليوم بنقدم لكم يا ربي شو بنقدم اليوم أنتم منو نقدم لكم أم سعيد أم سعيد ليش أوف أنت بس قولي نقدم لكم أم سعيد نقدم لكم أم سعيد أنا قلت لكم ما حد يعتمد على مسلوم الأول ما حد سمعني الهموم في يوم اعتلني هم من على هم من على هم 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 من براسي معتلني وهم من بقلبي ثبت وتم يقول سلطان الشاعر وين هالقطوة؟ شو اللي ذي صار؟ أنا مخلنش تحرسين تحرسين؟ تحرسين والفار خبك كل الكشار وانتي علامك ما تحرجين تحرجين؟ تحرجين يقول طناف مو بشيب أنابي أنابي عود نعناع يلي منعنع ضاي تنعنيع تنعنيع؟ تنعنيع والناس قالوا راشد بشر حشة ما بي شر الحب يفشعني تفشيع 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 ألو هنا أم خماس صاحبة مطبخ المحماس حفلة غني في حفلة وين لاس فيجاس وين لاس فيجاس هذه منك ورا فريج المرر لا أمي اسمعوا لي بعيد مارو لا 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 توبة لا هندي ولا لبناني ولا غيره أنا بس مع التراث والأصالة أنا بس مع اللاية